الأستاذ الدكتور غسان طاهر، الدكتوراه، الدكتور متخصص في علم الحديث وتفسيره. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياك الله دكتور. دكتور، احنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والآن نريد يعني ملخص بسيط على هذا الموضوع ونتكلم عن الضوابط رؤية النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأحاديث التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم صحت عن جمع من الصحابة، منهم حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جابر رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني. وهذه الأحاديث التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم فيها ضوابط وأمور الواجب اتباعها. الأمر الأول أن هذه الأحاديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من رآه في المنام فقد رآه، وأن الذي يدعي أنه رآه صلى الله عليه وسلم في المنام فهذا ابتداء لا نكذبه. الأمر الثاني أن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كما قال: فإن الشيطان لا يتمثل به. فالشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يتمثل في بعض الناس، قد يتمثل في الصالحين، قد يتمثل في الأنبياء، لكن به صلى الله عليه وسلم لا يتمثل، وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وهذا يا دكتور يعني من الله عز وجل، الله عز وجل يمنع الشيطان أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل تعتبر هذه مثلا إذا رآها إنسان أن هذه كرامة منه، أم هي فقط لأنها خاصية من خصائص النبي لا يراه لا يتمثل الشيطان به؟ هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها، وهي من خصوصياته التي لا ينبغي أن تكون لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أنه ينبغي على الإنسان المسلم الذي تتشغف نفسه لرؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام في هذه الحياة أن يعرف صفته صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة التي وصفها بها أصحابه رضي الله عنهم. وقد صحت عن كثير من الصحابة وصفوا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقته ومشيته ووجهه وشعره ولحيته ويديه ورجليه، فوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة. أيضا الدليل الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يتمثل به قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان به. فيقول البخاري: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته، أي على خلقته كما وصفه الصحابة رضي الله عنهم. أيضا ابن سيرين كان إذا قص عليه رجل رؤيا فيقول له: صف لي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أو صف لي ما رأيت في المنام. فإذا وصفه كما وصفه أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: قد رأيته. وإذا لم يستطع أو يصف صفة ثانية فيقول: ما رأيته. وكذلك عاصم بن كليب عن أبيه كليب يقول: جئت ابن عباس فقلت له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. هؤلاء صحابة، هؤلاء تابعين، لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فبعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يرى الرؤية ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فيقول: جئت ابن عباس فقلت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان فرحا، فقال: صف لي.
يقول فشبهته بالحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فيقول ابن عباس قد رأيته، أي أن الحسن كان هو أشبه النبي صلى الله عليه وسلم من بين الصحابة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وهذا يحتمل أمرين، الأمر الأول إن كان في حياته أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم، إن كان في حياته ورآه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام